مصلحة نهضة بركان. طيب بالنسبة بقى للأهلي والترجي، المباراة اتفضل. هناك أنت عارف نوعية الترجي في تونس برضه مختلفة، فرقة من فرق الرزلة اللي بتلعب كورة، بتعرف تكسب بره ملعبها، كورة ثابتة عندها صعبة. النصائح بتاعتك إيه تديها لعيبة النادي الأهلي في المباراة اللي هناك في تونس؟ نصيحتي يعني اقولها لكولا، يعني المدير الفني. اولا لعيبه النادي الاهلي مش محتاجه نصائح، بقى عندها من الخبرات ما يؤهلها ان هي تبقى موجوده في المباريات الكبيره بشكل قوي جدا. الخبرات موجوده في النادي الاهلي، الحاله الفنيه اللي بيعيشها فريق النادي الاهلي حاله عاليه جدا، وده شفناه امبارح في مباراه البلديه في الدقيقه الاخيره. النادي الاهلي بيحقق الفوز لان هو لما الراجل عدل من طريقه اللعب امبارح كولر وعدل التشكيله اللي المفروض كان يبدا بيها، شفنا النتيجه كانت ايجابيه، والنادي الاهلي قدر ان هو يرجع. كان خسران 1-0، رجع 1-1، وبعد كده كسب المباراه بنتيجه 2-1. فبالتالي النهارده انت مطالب ان الراجل يبدا صح، تشكيله صحيحه، العناصر الاساسيه اللي هيبدأ بيها دي مهمة جدا. اتمنى ان شاء الله. برضو خلي بالك الحالة هي واحدة يا كابتن ياسر، يعني انت الزمالك بيلعب في الكونفدرالية ومطالب ان هو بيلعب بره ملعبه ان هو يحقق نتيجة ايجابية. النادي الاهلي برضو بيلعب في الترجي، والترجي برضو من الفرق القوية اللي عندها برضو باع كبير جدا في البطولات الافريقية. فالفرق اللي عندها خبرات يا كابتن ياسر زي ريال مدريد كده، يعني ريال مدريد لما بنيجي نقول ده بقى تخصص ده البطولات حقيقي. الأوروبية، عنده مدرب على أعلى مستوى، عنده لعيبة مهمة جدا جدا، عندها خبرات. فينيسيوس يعني عامل شغل قوي جدا، عندك توني كروس نص الملعب، عندك مجموعة من اللعيبة تقدر تنجح لك المباراة بشكل قوي. ده اللي احنا محتاجين ان شاء الله في مباراة الاهلي، ان هو يبقى في يعني في تحفظ، ما يبقى ملعبش جيم مفتوح، ويشتغل على الهجمة المرتدة. انت عندك العناصر اللي تقدر تشتغل بشكل قوي على الهجمة المرتدة، وزي ما قلت لك التشكيلة اللي هيبدأ بيها كولر دي مهمة جدا. ربنا يوفقه ان شاء الله ويبدأ بالتشكيل الانسب ان شاء الله. ان شاء الله كابتن عمر متشكرين، واستمتعنا توفيق يا بكلامك كابتن بجد ياسر، والله. ان شاء الله باذن الله توفيق يا حبيبي، كابتن ياسر، اتفضل يا حبيبي.